بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي التلميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو كتابة الأعداد بالأرقام وبالحروف من 1 إلى 20. قبل أن نبدأ في هذا الدرس، إذا كنت تشاهد قناتنا لأول مرة فما عليك سوى أن تشترك في القناة وتضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله نبدأ درسنا. لدينا عمود واحد، ولدينا أيضا قطعة واحدة. إذن هذا العدد نستطيع أن نكتبه في الجدول بهذا الشكل. القطعة الصفراء تمثل العدد الواحد، أو تمثل العدد واحد الملون بالأصفر، والعمود باللون الأخضر يمثله العدد واحد الملون بالأخضر. وهذا لكي نقرب إليك الفهم عزيزي التلميذ. إذن هذا العدد هو 11، ونستطيع كتابته بالحروف على هذا الشكل. أحد عشرة. ننتقل إلى العدد الثاني. لدينا عمود واحد، ولدينا أيضا قطعتان. إذن هذا العدد نمثله في الجدول بهذا الشكل. 12. القطعتان باللون الأصفر يمثلان العدد 2 الملون بالأصفر، والعمود دائما يمثله العدد 1 الملون بالأخضر. إذن ويكتب بالحروف على هذا الشكل. 12. 11. 11. 12. الآن ننتقل إلى العدد الثالث. عمود وثلاثة قطع. إذن هذا العدد هو العدد 13، نكتبه بهذا الشكل على الجدول، أما بالحروف فيكتب على هذا الشكل. 13. قطعة واحدة، قطعتان، 3 قطع، 4 قطع. إذن لدينا عمود وأربع قطع. إذن هذا هو العدد الذي يمثله على الجدول، 4 في الآحاد و1 في العشرات. إذن 4 قطع في الآحاد وعمود واحد في العشرات، 14. الآن لدينا العدد 15. قطعة واحدة، 2 3 4 5. 5 قطع وعمود واحد. لاحظ، 5 في الآحاد و1 في العشرات، الواحد يمثل العمود والقطع الخمسة يمثلها العدد 5. إذن 15. هذا هو العدد 15. ننتقل للعدد الذي يليه. عمود واحد، قطعة واحدة، قطعتان، 3 قطع، 4 قطع، 5 قطع، وأخيرا 6 قطع. وهذا العدد هو 16. العدد 6 يمثل القطع، والعدد 1 يمثل العمود. إذن 16. عمود 1، قطعة واحدة، 2 3 4 5 6 7. إذن وهذا هو العدد الذي
نمثله على الجدول أو نكتبه على الجدول، وهو ممثل أو ممثل للعدد 17. ننتقل الآن إلى العدد الذي يليه، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 أو 8 قطع وعمود واحد. لاحظ عزيزي التلميذ على الجدول، 8 قطع وعمود واحد، الواحد لا يتغير لأننا لدينا عمود واحد فقط. إذن 18، 18. إذن لدينا العدد الآن 19، نمثله بالقطع على هذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ويكتب في الجدول على هذا الشكل، 9 في الآحاد و1 في العشرات، أما بالحروف فيكتب على هذا الشكل أو على هذا النحو. الآن لدينا العدد 20، عمود واحد، عمودان، لماذا؟ إذن كل عشرة قطع نستبدلها بعمود. إذن الآن لدينا عمودان، والعمودان نمثلهما في الجدول على هذا الشكل. لاحظ العدد 0، إذا ليست لدينا قطعة، إذا نكتب العدد 0 في الآحاد، ولدينا عمودان، إذا نكتب 2 في العشرات، وهكذا نتحصل على العدد 20. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.